الوحيدة اللي لقيت القارة إن بالنسبة لقطاع غزة، وأنا جوزي مريض كانسر وجيت على ناصر عشان أكتب له رشدة وراح على المشروع أجيب له العلاج تبعه. أكثر من هيك إحنا هاي اللي عايشينه في غزة، إحنا بنتمنى إنها تطلع لنا الدول ترحم أهل غزة من اللي إحنا بنعاني فيه، لا غاز لا مية لا كهرب ولا حاجة إلنا، فيش ولا إشي. نفذ من البلد والغاز كل انواع الغازيات نفذت من البلد يعني، فاضطرينا انه نستعمل الكاره لانها ما بتحتاج لوقود ولا شيء لنقص الوقود الكبير اللي صار في البلد. المشاوير اللي بتلاقي على الطرات حين صرنا فيش في السيارات، فيش بنزين، فيش خبز، فيش مية، فيش طحين، فيش ولا حاجة. وين المسؤول؟ وين انت يا رئيس؟ وين العرب؟ وين يا محمود عباس؟ إلا مين سيابتنا في غزة؟ وين العرب؟ ولا.